أسعد الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يسود طقس صافي هذه الليلة في العاصمة عمان مع 20 درجة مئوية الملموسة 19 رطوبة 39%، أما الرياح تكون خفيفة تأشر. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة يوم غد في باقي مناطق المملكة، طقس صافي مستقر في عموم المناطق، إربد تسجل 32 ل 21، جرش 33 ل 22، المفرق 35 ل 22، وعجلون 29 إلى 20. المنطقة الوسطى البحر الميت طقس حار 36 ل 25، مأدبة 32 إلى 20، البلقاء 32 ل 22، العاصمة عمان طقس صافي 31 ل 21، والزرقاء 35 إلى 22. المنطقة الجنوبية الكرك 27 إلى 19، الطفيلة 28 إلى 19، الشوبك 26 إلى 19، معان 33 إلى 20، والعقبة 38 إلى 25. المنطقة الشرقية رياح نشطة وأتربة مثارة، الويشد 38 إلى 25، الصفاوي 38 إلى 24، والأزرق 39 إلى 24. إلى اللقاء.